الراديو 90 90 هواها مصري. لسه مكملين كلام معلمين على راديو 90 90، موجودين على فيسبوك بيج راديو 90 90، وهتلاقينا الترند الثاني على مصر وفي طريقنا الى الاول كعادة المعلمين، موجودين على انستغرام راديو 90 90. من يجي 3 أسابيع كده اطلق النجم محمد الشرنوبي، او يا شرنوبي زي ما كلنا بنحب نقول اسمه كده وتعودنا عليه، الالبوم الغنائي الاول بعد طبعا اغاني يعني سنجل وكل حاجة، ولكن كان ده الالبوم الكامل بقى زي الفصول الاربعة، وبيضم مجموعة كبيرة من الاغاني اللي صورها كلها ونزلت على يوتيوب بشكل تصوير مختلف. فكرة حلوة حتى في شكل التصوير، يعني حتى من الخيال، وحققت أكتر من 4,400,000 مشاهدة لدلوقتي. عادي وبراحتك أكتر من 2,300,000 مشاهدة على يوتيوب. زي الفصول الأربعة بتتكلم في 1,600,000 وانت طالع. كمان نقول مبروك، أكتر من 1,500,000 مشاهدة على يوتيوب. مفيش داعي، أكتر من 3,100,000 مشاهدة على يوتيوب. زي العادة أكتر من 2,500,000 مشاهدة، وما شاء الله ولسه مستمر. البنت اللي بحلم بيها أكتر من 1,800,000 مشاهدة. خلاني بعت ما تلفش وتدور، ده بنتكلم في 2,200,000 مثلا، يعني من شوية يعني واحنا بنكتب الحاجات، يعني بقوي قلبي أكتر من 2,600,000 مشاهدة على يوتيوب. صباح أكتر من 2,600,000 مشاهدة على يوتيوب. طيب الحقيقة احنا هنقول مبروك فعلا، لأن هو الموضوع يستاهل ان احنا نقول مبروك لشرنوبي شخصيا، هو معانا على التليفون. يا شرنوبي مساء وصباح النجاح. صباح الفل، الله يبارك فيك يا يونس، تسلم لي يا حبيبي. والله يعني انا قاعد مبسوط قوي والله بالكلام اللي انت قاعد بتقوله ده والارقام اللي انت قاعد بتقولها دي، يعني يا رب تكمل على خير ان شاء الله. حاجه تفرح، وعارف دايما بتبقى زي ما بيقولوا كده الطلعه الاولى، والواحد بقى اللي هو الالبوم الاول ده والتحدي، وان انا بعد ما في كم تمثيل وكم سنجل والناس مستنيه نشوف بقى هيعمل ايه في الالبوم الاول، فالراجل طلع وزي ما بيقولوا حط على ناس كتير. يا رب يا رب يكون ده حقيقي. حبيبي مبروك، وانت مش مستني كلامي اكيد، انت شايف الفيدباك على طول. يعني خالص رايك مهم جدا بالنسبه لي والله، وفعلا مبسوط قوي باللي انت بتقوله دلوقتي، ويا رب اكون عامل حاجه حلوه بجد. وزي ما انت بتقول الالبوم الاول ده دايما بيبقى في ترقب، وبيبقى في رعب، وبيبقى في حاله كده، هو انا هعمل ايه، هو انا هيحصل بيا ايه، انا اروح فين. بجد يعني انت مش فاهم انا قد ايه مرعوب، ومش فاهم انا قد ايه متحمس، مش فاهم حاجه. لا فاهم ونص وثلاث ارباع. لا انا وثيق من الفوز. شرنوبي انت بدات، خلينا بص احنا هنتفق اتفاق ان احنا لينا قاعده في البرنامج، بس ايه احنا قلنا كده نصطادك قبل ما تسافر، يعني احنا بنكلمك كنت في المطار، فيعني بعد كده لما ترجع لنا بالسلامه لينا حلقه وقعده مع بعض ان شاء الله في الاستوديو. اكيد 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 ان شاء الله. الالبوم بدات تحضيره من امتى؟ لان الموضوع كان حسيت كده انه كان سر. لا مش سر، بس ما كناش بنتكلم خالص، يعني كنا شغالين، كنا نعمل في صمت زي ما بيقولوا، احسن حاجه. وابتدينا شغل شغل من سنه ونص كده مثلا. سنه ونص يعني. لا وقت حلو، وقت مش قليل. أيوة. برضو ما يعتبرش قليل يعني. مش قليل ومش كتير يعني. فكرة التصوير يعني بقى في ترند طالع دلوقتي ان الالبوم كله يتصور، ويتصور بالشكل، انا معرفش الشكل ده ليه مسمى ولا ايه، انه يعني يبقى في فيديو ميني فيديو او بس يعني خلينا نقول ان هو مثلا ليب سينك ليريك فيديو. يعني بدل ليب سينك ليريك فيديو. بالظبط، بدل ما بعمل ليريك فيديو بصوره، فانا طالع يعني حاجة بتقربني للناس أكتر، وحاجة يعني كأنها تطور يعني للليركس فيديو. يعني أنت شايف إن اليوتيوب محتاج إن يبقى فيه فيديو أكتر منه صورة ثابتة؟ مش يعني ده وجهة نظري، وجهة نظرنا يعني. ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. أوكي. بس وما كانش مطلوب كمان يبقى فيه حاجات كتير أو شوت كتير أو إنه يبقى فيه تقطيعات كتير وفي زوايا وفي لوكيشنز عشان الناس تركز في الأغنية وفي الكلام زي ما بيبقى فيه صورة مثلا. فده اللي كان مخلينا نفكر التفكير ده. وكمان ما كناش عايزين يعني لسه في ميوزك فيديوز هتتعمل، واحنا عايزين نعرف بقى ايه اللي هيتصور. الكليب الرسمي بقى اللي هيطلع في الايام اللي جايه لسه احنا مش مقررين لسه. بس يعني اكيد في ميوزك فيديوز هنعملها. غير ال يعني لان في ناس فاكره ان احنا ده الميوزك فيديو اللي احنا عاملينه، وشكرا
مثلا اسمها عشان هو لسه شكل جديد لسه ما تعودناش عليه، مش يعني بالظبط انتوا لسه يعني 3-4 كده اللي بدأوا اللعبة دي ولسه بالظبط بدأنا نشوفها معاكم في الأول يعني. بالظبط كده. طيب ألبوم زي الفصول الأربعة هو أول تعاون ليك مع إيرث برودكشن، وفي نفس الوقت بالظبط هو أول إنتاج للشركة يعني، ايوه فزي ما بيقولوا كده بداية الشركة وبداية الألبوم مع بعض، فإحنا طالعين سوا سوا يعني. فكلمنا عن بالظبط التجربة كده. دي. بص انا يعني كان في كذا حاجه أنا حاسس إن أنت بتوطي صوتك عشان كان في تغلط. بص يا يونس بقى بيني وبينك أنا بيني وبينك كده يعني، ايوه كلام سرك، أيوه انا في المطار دلوقتي بصراحه وخايف اقول اي كلام كده ايه. والشركة تكون سامعة. والشركه تكون سامعه بالظبط، لان الشركه سامعه. احب اطمنك. أيوه سلم لنا على الشركة من فضلك. لا بص انا هقول لك على حاجه، انا كان عندي كذا كذا اوفر من قبل يعني، من اول ما ابتديت اغني واطلع في صاحب السعاده واقول حاجات وكده، ومن بعد كمان لا تطفئ الشمس والاغنيه بتاعت انا لحبيبي، تمام. فابتدى يجي لي اوفرز وبتاع. بص انا اتطمنت لما قعدت مع ساره واتكلمنا مع بعض وقررنا نشتغل مع بعض. ساره طباخ ايرث برودكشن. ساره طباخ تمام بالظبط. تمام فكنت مطمن الحقيقه، وكنت كنت مبسوط وحاسس ان احنا هنعمل شغل مع بعض حلو جدا. اوكي. وبصراحه اللي حصل لي من ايرث برودكشن ما كنت متخيل اقل من كده بكتير يعني، اللي حصل لي كان حاجه عظيمه. الاهتمام وما كانش الاهتمام والشغل كل حاجه بقى، كل الحاجات اللي حصلت يعني في كل جوانب الحياه. تمام. فبصراحة ما كنتش هلاقي أحسن من كده شغل يعني. إن شاء الله بالتوفيق. وخلينا يا نسأل رب السؤال اللي يا الناس رب. عاوزة تطمن، هل في حفلة بقى الناس تحتفل بالألبوم بقى في قريب؟ حفلة طبعا، في حفلة طبعا. أنت وفين؟ شهر 4 كله إن شاء الله حفلات. هايل. إن شاء شهر الله 4 اللي جاي ده كله حفلات. شهر 4 اللي هو بعد كام يوم. أوكي. كله حفلات أكيد إن شاء الله. وهيكون في حاجات كتير قوي، وهيكون في شوية مفاجآت. أوكي. وقريب قوي هيكون في اعلان يعني، هنعلن عن دويت مهم جدا مع نجمه كبيره جدا او نجم كبير جدا يعني. اول حرب. اول حرب بالظبط. ب او ت. لا طبعا لا طبعا، انت بتحاول تغلطني وانا مش يعني في المطار يعني، بتحاول تغلطني. لا لا خالص، انت فاهمني صح جدا على فكره. صح جدا. ان شاء الله يا حبيبي بالتوفيق. ان شاء الله خير يا حبيبي. واخبار الممر ايه سريعا كده؟ الايه؟ فيلم الممر، احنا سامعين ان في فيلم الممر. فيلم بقول لك الممر ايه؟ مع احمد عز. احلى حاجه حصلت لي في حياتي. هتقول ولا هتقولي مش هحرق برضه؟ لا مش هحرق طبعا يعني، بس يبقى هتقول. لا الفيلم بص انا عايز اقول لك على حاجه يعني، وده رايي الشخصي يعني، ما فيهوش اي حاجه رسميه خالص بتتقال، بس عايز اقول لك ان الفيلم ده هيبقى من اهم الافلام المصريه اللي اتعملت في تاريخ مصر. هايل. ان شاء الله ان شاء الله. ده بجد يعني، يعني انا كان نفسي كمان نعمل فيلم حربي بالتقنيات الجديده اللي في مصر، بالاشكال اللي احنا بنتفرج يعني، بالحاجات اللي احنا وصلنا لها والتطورات اللي احنا وصلنا لها. بس حرب بقى احنا عايزين نعرفها ونوثقها بجد. فاحنا عاملين كده في فيلم الممر. فيلم الممر فيلم عظيم بجد. شرومي انا هقول لك على حاجه يعني، بص انت عارف انا بحبك جدا وبتمنى لك يا رب كل حبيبي النجاح. حبيبي انا في جمله كل ما اسمعها في الاغنيه بتاعت النفسيه او مخطط، عارف اللي ايه؟ محتاجه ناس طبيعيه. محتاجه ناس طبيعيه. الجمله دي امراض، اقسم بالله الجمله دي عالميه. ايوه بتوع الامراض دول، عارف اللي هو كل ما اسمعها اقول الراجل ده شكله عانى كتير. الأغنية كمان فازت بجائزة أحسن أغنية سينجل في 2018 في استفتاء دير جاست. يعني أنا شايف خطوات حلوة وشايف خطوات نجاح كلها الحمد لله، الحمد لله. وشايفين الحمد إن اللي لله. جاي كمان أجمل كمان يا شرنوبي إن شاء الله. في توفيق والحمد لله من عند ربنا، وفي قبول من عند الناس الحمد لله، ودي حاجة دي أهم حاجة في الدنيا. غير كده يعني بص أي كلام، غير كده بقى أي حاجة والله. فانا مبسوط قوي والحمد لله احنا عاملين حاجات حلوه. انا مبسوط وحاسس ان انا عملت البوم لطيف وفي اغاني حلوه واغاني تتحب يعني. انا حابب الالبوم والله، مش عشان انا اللي عامله خالص، انا بسمعه يعني، انا بسمعه في كل البوم كده على بعض.
فانا مبسوط. بص انا مش هزود يعني عليك عشان انا عارف ان انت يعني في المطار والوضع صعب. اه بالظبط. لا انا دخلت الطياره دلوقتي. دخلت الطياره كمان وانا لسه هقول اغني. لا خلاص مش بلاش في الطياره عشان ما تقتلنيش. لا هيقولوا عليا احسن كده. لا لا العفو يا حبيبي. مش مصريين مش هيعرفوني. لا انت نجم النجوم كمان يا حبيبي ودايما ناجح يا شرنوبي ان شاء الله. وزي ما بقول لك كده احنا مستنيينك بقى ترجع مصر ان شاء الله ويكون لينا لقاء مع بعض. انا اكيد اكيد هاجي لكم ان شاء الله نعمل حلقه حلوه قوي ونقعد كده نهلس شويه مع بعض. انا متوقع بالمكالمه دي انا متفائل جدا نحن هنعمل حاجات حلوه ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. يا حبيبي حبيبي نورت الدنيا والف مبروك. سلام يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي وشكرا على المداخله دي ومبسوط جدا ان انا عملت المداخله دي معاك. والله انت مش فاهم انا بحبك قد ايه والله. تسلم يا حبيبي ربنا يخليك. ثانك يو يا حبيبي. ثانك يو نورتني يا حبيبي. شكرا بنورك يا حبيبي. شكرا مع السلامه. سمعنا شرنوبي وهذه المداخله عن الالبوم كله الحقيقة.